وصلنا للمشترك الثاني، المشترك اللي عمره 16 سنة ونص من دالية الكرمل. بيقول مشتركنا انه هو بكره الوحدة لانه بالنسبة له الوحدة بتشكل كابوس. خلينا نرحب بحمودي فحماوي ورح نسمع منه أغنية عز الحبايب للفنان صابر الرباعي. حمودي رح تسمعنا عز الحبايب لصابر الرباعي. أكيد. الميكروفون لإلك، تفضل. وين اللي كان عز الحبايب؟ راحوا وخانوا قلب اللي داي. وين اللي كانوا عز الحبايب؟ راحوا وخانوا قلب اللي داي. بكوا عيوني اللي كانوا عيوني، بكوا عيوني اللي كانوا عيوني. صدقت ظنوني، صدقت ظنوني. دنيا العجايب منهم يا ناري، لا خد بطاري منهم يا ناري، لا خد بطاري. بكي عيون لو شعري شايب عز الحبايب. وين اللي كان الروح بلسم لها المجروح؟ اسوى قلبي كتير دخل الهوى يا بير. سري انا لا تبوح، سري انا لا تبوح. بكوا عيوني اللي كانوا عيوني، بكوا عيوني اللي كانوا عيوني. صدقت ظنوني، صدقت ظنوني. دنيا عجايب منهم يا ناري، لا خد بطاري منهم يا ناري، لا خد بطاري. بكي عيون لو شعري شايب عز الحبايب. يعطيك العافية حمودي فحماوي وأغنية عز الحبايب سمعناها مع لجنة التحكيم، وأكيد نطلب رأيك. وتفضلي مدام أمل. يعطيك العافية حمودي. الله يعافيك. متوتر شوي. صح. لدرجة انه الصوت حصرته بس بمنطقة التوم. انت بتعرف لما بنغني بحاجة لكل الجسم من التوتر، لازم تشتغل اكثر لما تغني بالمرات القادمة ان شاء الله، ان جسمك يكون مرتاح اكثر، نفسك يطلع من كل جسمك من منطقة البطن مش بس تحصره بالصدر. ومع انه عندك خامة صوت رقيقة وفي احساس حلو ورا غنائك، يعني بحب احييك على الشغل. تشتغل شوي على جسمك، طبعا عمرك بعده صغير كما يبدو، هذا بيأثر على تحكمك في نفسيتك. إلى الأمام. هو دكتور غاوي، شو رأيك؟ أكيد التشنج أثر كتير على الغناء تبعك ومنعه من التراوي بالذات بهاي الأغنية، يعني أو من ليونة النغمات وتسلسلها، خاصة أنه هاي الأغنية هي في تسلسل نغمي ما فيهاش قفزات، وهذه بالذات تطلب إلى مرونة في الانتقال من نغمة إلى أخرى. ومشان هيك التشنج أثر كتير على هذا الصوت، وعمل تزييفات كمان في بعض النغمات في الطبقة الوسطى للأغنية نفسها. وأستاذ محمد. والله أنا عادة يعني بحبش أوافق زملائي لأنه أنا عارف هيك الله خلقني، بس كنت حابب أسمعه كمان مرة لأنه حسيت أنه التشنج كان عنده عالي، وبديش أظلمه بالعلامة. أكيد إن شاء الله إذا كمل معنا في مراحل متقدمة رح تسمح لك الفرصة أنك تسمعه مرة أخرى. ورح حاليا نشوف العلامات يلي أعطيتوها لحمودي. منبلش معك ست أمل. أنا رح أعطي حمودي 9. إذن 9 من 15 فناني أمل، دكتور غاوي 8 من 15، وأستاذ محمد 9 من 15. إذن صار المجموع عنا 26 من 45. بذكر أنه نسبة الجمهور هي عبارة عن 55% من خلال التصويت لحمودي حسب الرقم يلي ظاهر في أسفل الشاشة. شكراً حمودي. موفق. موفق. شكراً. كل عافية. نجاح. ليل يا ليل يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى، الحب لا تحلو نسائمه. أهلا وسهلا فيك مايكل قزعورة من الناصرة في المرحلة الثانية من نيو ستار. أهلا فيكي.
مايكل المرة اللي فاتت بتذكر كنت أنت أول متسابق مزبوط؟ مزبوط. وكيف هيك حسيت من بعد ما كنت أنت أول متسابق وتخطيت المرحلة الأولى؟ كان عندي شوية ثقة بالنفس إنه راح أنجح راح أمرق هاي المرحلة وحسيت بفرح كتير كبير يعني أنا حسيت إنه في حلم عم ببلش يتحقق يعني وهذا كتير الإشي ساعدني لقدام وإن شاء الله المرحلة هاي تكون نتيجة أحسن كمان. وصلنا للمشترك الثالث. هالمشترك اللي عمره 20 سنة وأجا من مدينة الناصري. في المرحلة الأولى سمعناه بغني لكارم محمود أمانة عليك، واليوم شو رح نسمع منه؟ تفضل مايكل قزعورة. أهلا وسهلا فيك مايكل. أهلا فيك. تقدرب لهون مايكل. مايكل اليوم رح نسمع منك الليلة يا ليلى الوديع الصافي. أيوة. خبرني رايق؟ أكيد. الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى الحب لا تحلو نسائمه إلا إذا غنى الهوى ليلى إلا إذا غنى الهوى ليلى دروب الحي تسألني ترى هل سافرت ليلى دروب الحي تسألني ترى هل سافرت ليلى وطيب الشوق يحملني إلى عينيك يا ليلى إلى عينيك يا ليلى. يعطيك العافية مايكل. شكرا. فإذا أكيد سمعنا مايكل قزعورة من الناصري وأجا الوقت أنه نسمع رأي الحكام. تفضل أستاذ محمد نبدأ معك. واضح أنه في عنده خانة صوت وواضح أنه على الأقل مرتين أو ثلاثة طلع من خانة الغناي من اللحن. أنا فكرته كان بالأول مقصود ولكن اتضح لي مع استمرارية الأغنية أنه لا كان غصبا عنه ولذلك محتار أنا. وست أمل. يعطيك العافية مايكل. عندك صوت مع صدى هيك له يعني له حضور لكن ما كنتش دقيق بالنغمات. الطبقة كمان بدو واطي شوي على صوتك وهي أغنية فيها قرار وبتطلع لمحل أعلى. يعني يعطيك العافية لكن كان ممكن يكون أفضل من هيك. ودكتور غاوي تفضل. أنا بشارك الرأي لزملائي وأنا بتصور أنه كان في نوع من الديكلاميشن أكثر من الغناء في غناء مايكل يعني ما لا أوكي العلامة إحنا ننطيها بس بكتفي بهذا القدر من التعليق. أجا الوقت لنشوف العلامات أستاذ محمد. شو بتعطي مايكل من 15؟ ستة من 15 من أستاذ محمد بكري. أستاذ غاوي دكتور. خمسة من 15 من دكتور غاوي. وست أمل. سبعة. سبعة من 15 من الفناني أمل. مايكل مجموع علاماتك 18 من 45 ولكن عندك الفرصة أكيد إنك تحسن هالمجموع من خلال توجهك للجمهور اللي نسبته بتشكل 55%. مايكل قزعورة شكرا لك بتمنى لك النجاح. يعطيك ألف النجاح مايكل. رح نطلع على فاصل إعلاني بسيط ومن بعدها بنرجع لنكمل معكم. خليكم معنا ونوعدكم لأنه في كتير مفاجأة بعد الفاصل. من سخنين محمد زبيدار، من كفر كنا ماريا جبران، من الناصري جيانا نداف. استراحة وراجعين خليكم معنا.